عاد رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم والوفد البرلماني المرافق له إلى البلاد قادما من العاصمة الأردنية عمان بعد مشاركته في أعمال المؤتمر 29 للاتحاد البرلماني العربي. وكان في استقبال الغانم لدى عودته نائب رئيس مجلس الأمة عيسى الكندري ووزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور حامد العازمي والأمين العام المساعد لقطاع الجلسات عادل اللوغاني. وضم الوفد البرلماني إضافة للغانم كل من وكيل الشعبة البرلمانية النائب راكان النصر وأمين سر الشعبة النائب الدكتور عودة الرويعي وأمين صندوق الشعبة النائب محمد الدلال وأعضاء الشعبة النواب أحمد الإسباعي وعلي الدقباسي والدكتور خليل عبد الله أبل والأمين العام لمجلس الأمة علام الكندري. يذكر أن الغانم قام والوفد البرلماني المرافق له يوم الخميس الماضي بزيارة رسمية إلى العراق استغرقت يوما واحدا تبعها بالمشاركة في أعمال مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي الذي عقد في الأردن.